السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نعمل بيو كيو للمشروع بتاعنا. هقول له ان انا عايز اعمل سكادول، واختار النوع بتاعه مالتي كاتيجوري. تمام، الفيسز مهمة جدا، لان ممكن تلاقي مفيش شغل خالص لان انت بتختار فيسز مش موجودة. تمام، هنا ممكن بقى تختار مثلا فاميلي اند تايب، ممكن تختار description عشان يبقى اسم العنصر والdescription بتاعه، أو ممكن نختار بقى مثلا الكاونت والكوست، وأقول له أوكي. فيبدأ يجيب لي بقى كل الكاتيجوري مرة واحدة بالشكل ده. تبدأ بقى تكتب انت بقى الdescription بتاعك، وطبعا الكاونت ممكن احنا نظبطها، نلغي الايتمايز ونقول له ان احنا عايزين نعملها بالفاميلي اند تايب بالشكل دوت. فيبقى احنا عملنا بي او كيو، والديسكريبشن نكتبه زي ما احنا عايزينه في البي او كيو بيلف كوانتيتي.